أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن محاولات تقويض أمن المنطقة لن تتوقف، وكلما أفشلنا مؤامرة ضد الأمة عاد من لا يريد الخير لشعوب المنطقة المحاولة من جديد. وقال سموه إن هذه التحديات تفرض علينا الحفاظ على أمننا الداخلي، وذلك عبر التعاون والتكاتف بين الحكومة وممثلي الشعب لتجاوز مخاطرها وتجنيب المواطن تداعيات هذه الظروف، بل هذا الظرف الدقيق أمنيا واقتصاديا. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى، بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق، وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادي العالمي يستدعي منا التركيز على تنمية القدرة الاستثمارية محليا، وهذا يتطلب دعما تشريعيا من مجلسي النواب والشورى، لافتا سموه إلى أن المنجز الوطني الاقتصادي والتنموي هو حصيلة لتعاون الجميع، ويجب تكثيف هذا التعاون والانتقال إلى مراحل جديدة من النمو القائم على قاعدة اقتصادية متنوعة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية السائدة. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يطلع به مجلسي النواب والشورى في الحياة السياسية وفي دعم المسار التنموي الذي تقوده الحكومة عبر التشريعات والقوانين المعززة لذلك، مؤكدا سموه أن آفاق التعاون الحكومي البرلماني يسير باتجاه تصاعدي بفضل الرغبة المشتركة من الجانبين لتعظيم المنجزات والمكتسبات الوطنية.